السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا مرحبا وسهلا، من معانا؟ عبد الله المعمري. حياك الله يا معلم في وزارة التربية والتعليم. حياك يا أستاذ عبد الله. يا أهلا وسهلا، مساك بخير. الحمد لله طيبين. الله يسلمك ويعافيك. الله يسلمكم ويعافيكم إن شاء الله. بارك. يا أهلا وسهلا ومرحبا. حياك الله. بس بغيت أتكلم عن موضوع معالجة الترقيات اللي مر كذا يمكن من يومين على الترند في التويتر، لكن الباقي أنا اختفى يمكن بسبب المباراة ولا شيء ولا حاجة. هو عادة يعني هذه الترندات 24 ساعة وبعدين تختفي وعاد. نعم. لكن المواضيع نعم. كثيرة. نعم صحيح. كل مرة يظهر موضوع، تفضل. نعم صحيح. طبعا بغيت أتكلم عن هذا الموضوع، هو موضوع شائك وله أبعاد مختلفة، سواء كذلك أبعاد اقتصادية اللي تمر فيه العالم أو أبعاد اقتصادية اللي يمر فيها ويش الوطن، ولكن هناك نقطة مهمة جدا وهي حقوق الموظف اللي كفلها ويش القانون العام للدولة. هي حق أصيل مرة يعني تمر يعني فترة معينة للموظف اللي اعتدنا عليها وهي 5 سنوات، على طول الموظف يترقى على طول. طبعا هذا لقاء ما يقوم به من جهد وتعب وتفاني في أداء مهامة، يعني الموظف في تلك السنين ما قصر في يعني متأمل إنه ويش بعد فترة زمنية يترقى. نعم، لكن كانت ترقيات جماعية. نعم ترقيات، طبعا ترقيات جماعية، لكن بسبب الظروف اللي تمر بها العالم أو يمر بها الوطن، طبعا احنا صبرنا وقفنا ويش وقفنا مع الوطن في ظل هذه الضائقة المالية، ولكن ويش لحدود ويش لحدود معينة مثل ما يقول، لأن أصبح ويش أصبح الظروف الاقتصادية اللي يمر بها المواطن في الوقت الحالي من غلاء وارتفاع ويش وارتفاع أسعار البترول. نعم. وارتفاع الكهرباء وارتفاع الضريبة فرضت على الدولة ويش ما نقول فرضت، ولكن نأمل من الدولة أن تنظر إلى هذا الموضوع نظرة ويش نظرة. نعم. إيجابية واهتمام ويش واهتمام من الدولة أو الحكومة. لكن أستاذ عبد الله، ما تعتقد أنه هذه الظروف الاقتصادية الصعبة اللي مر بها المواطن هي يعني نتيجة طبيعية للظروف الصعبة المالية والاقتصادية اللي تمر بها البلد كذلك؟ يعني نعم. لو كانت نعم. يمكن أمور البلد جيدة ماليا واقتصاديا يعني سينعكس على المواطن مثل ما كان في فترات سابقة. إنزين، أنا عندي اقتراح. قول. يمكن هذا الاقتراح يمكن يرضي فئة معينة أو يمكن ما يرضي فئة معينة أو يمكن يرضى ويش يرضى الحكومه. انت قول عسى ان شاء الله يصادف سمع احد ويستفيد منه. زين تمام، بما ان الظروف الاقتصاديه اللي تمر بها الدوله، ليش يكون الترقيه بدون اثر رجعي؟ بدون اثر، خلاص اللي راح بسبب الظروف الاقتصاديه خلاص بدون ويش بدون اثر رجعي، ويبدا ويش متاملين امل كبير من الحكومه في ظل الظروف هذه بدايه السنه ان اغلب الموظفين يترقوا، لان صراحه في منهم اكمل 10 سنوات وفوق ومتامل ويش متامل من الحكومه انه ويش يترقى. لكن استاذ عبد الله قالوا بيسووا. نعم. ترى منظومه جديده لتقييم الاداء الوظيفي بيكون من ضمن المنظومه عن الترقيات والحوافز بشكلها الجديد عاد غير عن قبل. لا هذا 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 اعتبره انا ظلم للموظف السابق. ظلم. أنت لما تجي ترقي موظف، أي موظف لما تجي تطبق قانون عمل جديد للموظفين يجب أنك تنظر إلى الموظفين السابقين، يعني ما يصير أنت تطبق قانون جديد بداية السنة والناس تنتظر ومتأملة من 10 سنوات إنها ويش إنها تترقى، فتطبق عليهم القانون الجديد نفس القانون نفس الموظف الجديد. نعم. هذا ويش هذا يعتبر ويش أنا أقول ما ظلم، لكن ما مستحب انه ويش انه يطبق. نعم. خلاص انت لما تجي تطبق قانون جديد يجب انك ويش نعم تصفي الحقوق الموظف الموظفين السابقين. نعم. بعدين ويش ممكن انك ويش تطبق قانونك ويش قانون العمل الجديد اللي هو ويش متأملين فيه ويش متأملين فيه خير كبير ان شاء الله وينصف ويش وينصف. نعم. الموظف. استاذ عبد الله خلينا انقل لك وجهه نظر اخرى، هذه انا الحين احاول. نعم. انه اوازن. نعم. بين وجهات النظر، لانه كان عندنا سعاده السيد سالم. نعم. البوسعيدي وكيل وزاره العمل لتنميه الموارد البشريه وطرحنا ترى عليه. نعم. السؤال يقول لك. نعم. يعني من وجهه نظر اخرى
نحن لو جلسنا ننتظر موضوع الترقيات السابق وتسوية هذا الملف والله نعم. إنه إيجاد حلول له معناته نعم. أن نجلس ننتظر فترة طويلة، فخلونا ندخل في منظومة جديدة نضمن أن هذه الترقيات ترجع تتحرك مرة ثانية، والترقيات السابقة ترى هي يعني مستحقة ولكنها قرار مالي، يعني متى ما توفرت لها يمكن يعني الأمور المالية وغيرها، فليش نربط هذا بهذا؟ يعني ليش ما نقول يلا خلونا ننطلق الآن في المنظومة الجديدة وهناك بعدين خير، يعني بنشوف كيف. لا ما يصير أخي الكريم أنك تطبق قانون جديد على موظفين سابقين جالسين ينتظروا الترقية أكثر من 10 سنوات نعم. وتطبق تساوي بين الموظف القديم والموظف الجديد في منظومة واحدة وأنت ويش ما مصفي حقوق الموظف السابق. يعني قصدك أن هذا يعني يكون قرار محبط بالنسبة لهم أنه بعد فترة أيوة بعد فترة انتظار طويلة الحين أيوة. جايين تقولنا لا والله غيرنا أيوة. نحن النظام الآن المنظومة جديدة أيوة. وعندنا أيوة. معايير أداء وعندنا غيرها وغيرها نعم. وممكن نعم. تجد يعني موظف نعم. جديد يحصل على ترقية مقارنة أيوة. بموظف انتظر نعم. 10 سنوات سابقة. نعم 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 أيوة. وهنا في نقطة سابقة دائما أنا ما تكون ويش ما تكون في بالي، بما أن ويش الترقيات مرتبطة ويش مرتبطة بالمالية، يعني بالمالية ليش ما كان يترقى الموظف بدون زيادة مالية؟ يعني في بعض القطاعات مثلا أنت أنا مثلا الدرجة مثلا خلنا نقول اسمه التاسعة، ليش ما أكون أنا أترقى الدرجة الثامنة لكن ويش بدون ويش بدون تعويض مالي؟ كل أحد يبغى ترقية لا لا صبر 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 ترى هي ترى متى أنت تستفيد منها؟ في كثير من المتقاعدين تقاعدوا يعني تم 10 سنوات وتقاعد الحين إجباري تمام، فلو كان ترقى مثلا من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الثامنة ممكن ياخذ راتب ويش راتب تقاعد ويش الدرجة الثامنة الحين هو طلع راتب تقاعد الدرجة التاسعة مثلا خلينا نقول فرضا، يعني قصدك حتى اللي طلعوا تقاعد بعد حالهم حقوق هنا يعني حالهم حقوق يرجع، يعني لو الحكومة تنظر لهم ويش ايضا ويش نظرة من هذا الباب. نعم طيب يا نعم. أستاذ عبد الله واضحة مداخلتك واقتراحك ونحن ننضم صوتنا لصوتك ونتمنى إيجاد حل. ترى هو في الأول والأخير الموظف بأمانة يعني ضحى كثير 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 في هذا الباب، يعني في باب الترقيات الموظف ويش الموظف ضحى كثير على أكثر من 10 سنوات وهو ويش ينتظر الترقية، فنرجو نعم. من الله سبحانه وتعالى طبعا أول شيء أن يزيح عنا هذا الوباء ويحفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق، متأملين إن شاء الله في هذا العهد السعيد بإذن الله بداية سنة خير على عمان، يعني متأملين أمل كبير جدا بإذن الله تعالى. فضل الله بفضل قيادة السلطان هيثم إن شاء الله بداية السنة الجديدة تكون ويش بداية خير على ويش على موظفي ويش موظفي الدولة بإذن الله تحت قيادة ويش هيثم بن طارق المعظم بإذن الله. شكرا جزيلا لك يا أستاذ عبد الله وجزاكم الله خير، خليتونا شوية نعبر ويش عن آرائنا بإذن الله. نحن سعيدين بسمع صوتك ومداخلتك بارك الله فيك، جزاكم الله خير. تسلم أخي الغالي تسلم جزاك الله خير. شكرا جزيلا حياكم الله.